أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية استثمار جميع الدوائر الأمريكية لتعزيز العلاقات مع مصر في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية المختلفة. جاء ذلك خلال استقبال شكري لأعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك. من جانبه أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط بشكل عام، والاتفاق النووي الأخير مع إيران وتأثيراته الإقليمية، وجهود مكافحة الإرهاب.